تنتهي رحلتنا من سوق الطيور مدينة أكادير. المهم اليوم دابا راه العودة إلى المنزل، العودة إلى المنزل، وبلغ لي التحية لجميع مشاهدينا السي مصطفى بهذا شعبان، الله يبارك علينا بالصحة والسلامة، آمين يا رب، والعمر إن شاء الله. باش نتمناو جميع المشاهدين ديال القناة ديالك وجميع المسلمين والمسلمات الله يبلغنا رمضان في أحسن الحال إن شاء الله السي مصطفى، آمين آمين، دعوة مباركة الله يتقبل الجميع. خليكم مع الفيديو، السلام عليكم. اللهم بارك على اخوان عشاق طائر فيشر كما كتشوف طائر الحب، هما هذا اللهم بارك بالسلعه كما كتشوفوا بيضات، اللهم بارك مستوى اللوينات كلشي كاين. بالنسبه لهاد الفيشر السعه سهل، هادو كبار ولا صغار؟ دابا عامين ولا الاولى ولا الثانيه هكاك، اللهم بارك. وبالنسبه لهذوك ديال الروز كاين، هذاك ماشي روز، هذاك بغل، هذاك هذاك تاكوبلومون داز. اللهم بارك كما شفتوا بياسات الاخوان، الله يبارك، الثمن راه 150 درهم الله يسترو. بالنسبه هنا للكلوستر عندك بياسات الكرم عينتي، وهاد شحال؟ 250 درهم. وبالنسبه للاخرين العادي ديجا بيضه هنايا، اي باينه في التحت، راه هي وحده اخرى العيره. اللهم بارك الاخوان، بالنسبه كما سمعتوا الثمن 250 بالنسبه للكلوستر، بياسات راه هما كما شفتوا المستوى ديالهم. وبالنسبه للعادي 130. وبالنسبه للفريزين حتى هو الاخوان اللي بغاو، بالنسبه للفريزين 250 درهم حتى هو. وبالنسبه للبيصه بيضاء حتى هي كما شحال؟ 150 درهم الاخوان. اللهم بارك. ندوزو هنا عاوتاني عند الطائر البارجي، بالنسبه للخوت البيريش، البيصه هذا ديال البيريش راه 75 درهم بالنسبه للوبو. بالنسبه ديال الريمبو خمسة شحال كي؟ 50 درهم الاخوان كما شفتوا. اللهم بارك، السلعه اللي كاينه اليوم في السوق الله يسلمها. بالنسبه للذكير هذا عادي، هذا ياك عادي ماشي مالينو، هذا بالنسبه للتيسه عادي، هذا ذكير داوي. بالنسبه للثمن شحال؟ 150 درهم الله يسر لك الامور. بما العاده ندوزو نشوفوا القفوزه اللي عند حسن، الله يسر لي الامور. بالنسبه للخدمه الجديده هي بالنسبه لها كما شفتوا. بالنسبه لهاد لاكاج هذا شحال واصل الثمن ديالو؟ 90 درهم هي بالنسبه كما كتشوفوا الصوره. وبالنسبه هنا الاخرى ديال عود الشوك، بالنسبه لهادو هنا الثمن ديال هادو 90 درهم. اللهم بارك. بالنسبه للناس ديال الترومبا صغيره 30 درهم. وبالنسبه لهادو الاخرين الصغار لي كاج، هادو بهذا بالسرير 40 درهم ياك، وبلا سرير 30 درهم بلا سرير كما شفتنا الاخوان السلعه. وبالنسبه للترومبا بالقفز ديالها هذه 60 درهم الله يسر الامور. وكما العاده المفاجاه اللي كاينه في السوق ديال حتى حنا الخدمه النقيه ديال الترومبا هذه، بالنسبه للناس اللي كتبغي تصيد الطيور ديال الحداد الويطروك اي طائر. بالنسبه لهذه شحال الثمن ديالها؟ هذه 80 درهم كما سمعتوا الثمن ديالها الله يسر الامور. السي هذا راه يتواصل مع السي حسن. وبالنسبه لافانتي الناس الشاق ديال التوكيليه داوي، بالنسبه لكدريسي الفريخه كما كتشوفوا هنا افانتي هذه 250 غرام بالنسبه للاخوان اللي كيسولوا ليها الحقيقه، اللهم بارك. بالنسبه للثمن ديال هادو افانتي 80 درهم الاخوان كما سمعتوا الثمن اللي كاين في السوق. واللي خصو شي حاجه يتواصل مع السي حسن. خلينا التليفون السي حسن 06 77 61 23 21 الله يسر لك الامور. هاد الساعه هانتوما الاخوه، اللهم بارك. حنا نهار جديد في سوق الطيور مدينه اكادير، اللهم بارك. كما كتشاهدوا معنا السلسله ديال القناه عند اخي جليل، وهذا الكوبل ديال جولد اللهم بارك. هذه كوبل هذه تاع جليل كوبل. اللهم بالنسبه للثمن شحال عندها؟ ها 500 درهم. وبالنسبه لذوك الكنار ذوك الانتيوات كلشي بحال بحال كيدفر كينتويات الله يسر الامور. وبالنسبه لهنا البيرش شحال داير؟ بالنسبه للهوبو 100 درهم البياسه. وبالنسبه للريمبو 50. اللهم بارك. النورمال شحال كتقول فيه؟ 40 الله يسر. بالنسبه للاثمنه ديال البادجي هما اللي كاينين في السوق اليوم الله يسر لك الامور. حنا التليفون ديالك اجي 94 46 98 45 الله يسر لك. وبالنسبه لنا الاسئله ديال خونا هادي اللهم بارك. بالنسبه لعشاق الروز كما كتشوفوا هنا بياسه، بالنسبه لهاد الروز هادو كبار ولا شنابر هادو ياك، اللهم بارك. بالنسبه للثمن ديالهم شحال؟ 150 درهم بالنسبه لي روز. انا كما شفت اللوينات اللي كاينين او الطارين فيهم الله يسلمهم. بالنسبه لهذا البيريت ديال اللوغو 80 درهم. بالنسبه لهاد الاربينو هادو 30 درهم. وبالنسبه للكالوبسيت تا هما تكون عادي. بالنسبه لهادو فاس بلون بحال بحال 180 درهم 180 درهم كلشي بحال بحال. كاين فاس بلون ديري كما شفتو انا نورمال الله يسلمو. ولا شي حاجه قلنا التليفون ديالك اخايا 06 62 49 70 70 00. هانتوما الاخوان اللهم بارك. بالنسبه للعشاق الدريساج كما كتشوفوا هنا بياسات كما العاده، بياسات ديال بادجي، بياسات ديال فيشر ديال الدريساج كما كتشوفوا كلاسيك جريد اللهم بارك. بالنسبه شحال كتقول هنا هادو ديال الدريساج ديال الصغار ديال البيروش كاين 30 وليزان 130 ميزان 130. وبالنسبه للبيروش شحال قلتي 30 ياك اللهم بارك كما سمعتوا الاخوان. وبالنسبه لهنا وبالنسبه لهاد الكاكاريك هذا اللي هنا الكير هذاك هذا كالوبسيط هادو شنابر هادو تا هما ياك 130. وبالنسبه لهاد البياسات هادو اللي عندك هنا ديال لوغو لوغو داير 50 لاصويك 150. وبالنسبه لهادو اللي هنا 120 درهم الكوبله هادو كوبلات 120 درهم الكوبله الاخوان اللهم بارك كما شفتوا السلعه اللي هنا عندنا الله يسلمو. بالنسبه للتليفون اللي باش حاجه 0648 92 06 49 الله يسلمك. وبالنسبه للعشاق الكناري اللهم بارك كما كتشوفوا معنا البياسات ديال الموزايك شيمير اللهم بارك بياسات اورون. بالنسبه لهاد البياسات هادو شحال كتقول فيهم؟ ها؟ كلشي بحال بحال. هذاك الموزايك هذا 200 درهم 200 درهم الاخوان كما سمعتوا بالنسبه للموزايك. والاخرين البياسات 120 درهم الاخوان. وبالنسبه اللي باش حاجه التليفون ديال 06 67 76 09 34 وغير شي درويش ياك. انا بالنسبه للعشاق ديال المقني اللهم بارك كما كتشوفوا البياسات داويين هانتوما المباشر اللهم بارك بياسات المستوى كما كتشوفوا هاد القصه ديال خونا ديال مرات الشريط ما خاي جمال شحال 600 درهم هذا 600 درهم كاملهم 600 كلشي اللهم بارك. بالنسبه للاثمنه سمعتوا 600 درهم طويرات راه داويين اللهم بارك. هادو قورع محمرين عندك ياك كما سمعتوا البياسات هادو راه قريعات محمرين كلشيهم اللهم بارك كلشي راسي اللهم بارك. اللي خصو شي حاجه راه يتواصل مع السجان كما شفتوا راه الطوير راه كنداوي على المباشر ما يقول لك شي واحد راه ما سمعتوش الله يسلمك. بالنسبه للتليفون ديالك جمال والعايدين التليفون نفس التليفون ديال العايدين بوجمعه التليفون ديالك اخويا التليفون ديالك بالنسبه للطوير 06 19 65 60 32 الله يسرك لهم. كما سمعتوا الاخوان التليفون ها هو اللي بغى شي حاجه يتواصل مع خونا الاخوان اللهم بارك الاخوان كما كتشوفوا معنا هنا الصوره. بالنسبه للناس فتوا على البياسات دريساج مرات اخرى البياسات ديال خونا مختار الله يبارك. بالنسبه ديال الفيشيريات كاين اليولي كلاسيك البياسه هذه الصفراء هذيك اللهم بارك البيرسوناطا الجري البيرسوناطا كاين هنا حتى هو. بالنسبه للاثمنه شحال كتقول؟ 150 كلشي بحال بحال كلشي بحال بحال الله يسلمك. وبالنسبه لهادو هنا شنيبرات هادو ياك هادو شنابر حتى هما الاخوان كما شفتوا باقي صغيرين باغيين. الثمن ديال هادو 180 الله يسر لك الامور. وبالنسبه لك الذكير ديال كاكاريكي 150 الله يسلمك. بالنسبه اللي خصو شي حاجه راه يتواصل معاك. التليفون ديالك 06 09 33 73 61 الله يسر لك الامور. وبالنسبه للاخوان كما كتشوفوا هنا معنا عشاق الكنار الابيض الله يبارك. بالنسبه لنا بياسات كما كتشوفوا ومعهم شي بياسات ديال الشميل العادي اللهم بارك. انا بالنسبه للبيض كما كتشوفوا. بالنسبه للاثمنه اللي كتقول هنا الثمن 130 اخر 800 درهم اخر 800 درهم باش ما يكونش معاهم اللي بيسول شي حاجه راه يديها 100 درهم كلشي هادوما كما سمعتوا راه كيقول 130 واني اللي باش شي حاجه اخر ثمن راه يحيد لي ديك 30 ديريكت ما يتناقش مع شي واحد الله يسر لك. بالنسبه خلينا التليفون ديالك 06 99 04 93 55 الله يسر لك الامور. هنا الاخوان بالنسبه لنا كما كتشوفوا معنا الناس عشاق ديال الصناعه التقليديه، انا بعد الاواني التقليديه من صنع الاخ خليل الرامي، عنده قناه على اليوتيوب حتى هو كذلك راه كيف هكا، وقناه عنده في تيك توك راه اللي بيشوف الخدمه ديالو على المباشر. هذوما كما كتشوفوا الاخوان السلعه شي بارفيات هنا بالنسبه للناس اللي باغا شي تقليدي، اللهم بارك والله يزين الصنعه كما كتشوفوا في هذا المستوى هنا بالنسبه للخيره صنعيه دابا بالعود. بالنسبه للسي خليل هذا البياسات هادو اللي هنا كما قلنا الاخوان راه عطيناهم معلومات على السمسه، هذا خشب الكركاع السمسه، هذا العود ديال الكركاع. اييه انتم الاخوان باش نزيدوا يزيدنا خليل من المعلومات كما قلت لكم سابقا، كلشي من الكركاع، هادشي كلشي العود ديال الكركاع، اللهم بارك كما شفتوا. ها واحد السيديقه الاخوان من الناس اللي شفتوا حتى هي هذه النساء ديال السمسه، اييه كما كتشوفوا فيها الديبات ديالهم، انتم كما شفتوا اللهم بارك. هو المهم اللي بغينا نسمعوا دابا المعلومات اللي تسنى باش يشوفوا الديكور ويشوفوا الشكل. الخشب ديالها راه ديال الصامبا، هذا الصامبا، هذا العود ديال الصامبا، اللهم بارك. هذه بوحدها اللي الصامبا هنا، هذه بوحدها ما كلشي تبارك الله. هذه ديال العود الكركاع هذا بالنسبه للبيصلات ديال انا كما كنشوفوا هذه ديال الناس، هذه ديال الناس ديسير اي حاجه راه هذه راه تتفور فيها تحط فيها سكسول. ها هي الفرعه الاخرى حتى هي اللهم بارك كما شفتوا، الله يبارك كما شفتوا تبارك الله، الله يزين الصنعه. كما قلت لكم الاخوان اللي باغي يشوف الخدمه كيفاش الطريقه راه قلت لكم عنده الاخ عنده القناه ديالو على اليوتيوب وقناه راه كيشوف التيك توك راه عنده. وبالنسبه لهذه هذه قراصه، هذه القراصه التقليدي الصوره ديال الدقيق العجينه، هي المهم العجينه ملي كتعجن خلص كتبريسيها بهذه الطريقه، تحط عليها الاخرى كتحط على هذه وكتبريسيها كصافي كتعطيك دوره بزاف ديال القلاغير يقولها لك. انتم الاخوان الناس اللي بغا يسهل عليه الخدمه كما شفتوا الله ييسر الامور ويدي الصحه اللي كنشكرك على النساء على حساب رمضان وداك الشيء كتعاونهم شي ضروري. بالنسبه لي عنده اللي باهني راسو يعطيها البنيه ديالته ويحط لها العجينه وهي تعاون وكيضحكوا ويلعبوا داكشي اللي كاين الله ييسر الامور كما سمعتوا. بالنسبه للاخ القديره كما قال لكم العويد هذا درع ديال الكركاع بالنسبه للخدمه اللي شفتو. بالنسبه للسويق حتى هو كذلك الله يسر بالعود ديالنا انا المهم غادي نشهد عليه بهذا الشيء، انا شفتو في الفيديو الطريقه كيفاش بدا التصوير ديالو، اللهم بارك وما الصنع ديالنا راه ماشي شي حاجه اللي لا ماشي سواقين. انا قلت لك راه متبعك في القناه راه شفت الخدمه كيفاش بديتيها وكيفاش. المهم هنا الناس راه كيشوفوا دابا الفينيسيون، ما قلت لكم اللي باغي يشوف الخدمه يدخل على القناه كما قلت لكم خليل ديكور راه كاين قناه في اليوتيوب، وبالنسبه للتيك توك كذلك راه كاين الفيديوهات كيفاش كيبدا الخدمه باش تشوفوا عليكم. ان شاء الله تعالى راه كاينه واحد الفكره بالنسبه للناس سميتو نقدروا نديروا شي مسابقات ان شاء الله تعالى على التيك توك وعلى سميتو. انتم الاخوان كما سمعتوا راه ان شاء الله غتكون مسابقه من طرف السي خليل كما تكون ان شاء الله السيمره هذه نديروا لها مسابقات، كنقول كاع انا نقدر نديروها لهذه هذه الهديه ان شاء الله تكون المسابقه. الا ما تباعش اليوم راه غيخليها تكون هديه ان شاء الله ودا السي خليل. المهم كما شفتوا كما سمعتوا الفكره. وبالنسبه للاثمنه بالنسبه لنا هادو 50 درهم، هادو 50 درهم بالمغرفه ديالها، بالمغرفه ديالها اللهم بارك. خاويه 40 درهم، خاويه 40 درهم. بالنسبه لهذيك الاخرى هذه كنقول فيها 200 درهم، هذه 200 درهم هي وهذيك الاخرى. المهم غير باش يكونوا هذه 250، هذه 250 درهم. ها انتم الاخوان بالنسبه للصويط 300، بالنسبه لهذه 150 درهم. الله يسر لك. راه بالنسبه للتذكير راه كما قلت لكم راه ماشي تسمع الثمن تقول راه الناس راه السيد الصناع التقليديين راه ماشي كيبيع لك السلعه راه كيبيع لها سميتو راه الصناعه اللي كيبيع لك الصناعه هي فاش كيكون شي. وبالنسبه للماتير كما قلت لكم راه العود ديال الكركاع السكه سمسوها شفت عليه مزيان هذا. انا اخوان باش تشوفوا شوفوا الحر ديالو راه داير لي يعني شي حاجه جديده اللهم بارك كما شفتوا والله يسر الامور كما قلت لكم. المهم هنا راه اللي التذكير باش يبغى شي حاجه اخرى الله يبارك الله يبارك الله يسر لك الامور ويعطيك الصحه اللي كنشكرو في واحد الجويبه اي جيبه حريه اللي باغي على حساب الوريقات ولا شي حاجه تما هي انتم الاخوان كما شفتوا هنا اللهم بارك. المهم كما قلت لكم هذه حنا خصنا نشجعوا هاد الناس هادو بحال هاد الاخوان هادو اللي كيصوموا بهاد الاعمال هادو. الصناعه التقليديه راه شوف راه ما عمرها غادي تموت الحمد لله، راه كتوارث على الاجداد ديالنا. ولهذا كما قلت لكم اللي بغى شي حاجه راه يتواصل مع السي خالد، اي حاجه راه كاينين ديكورات اخرين يدخلوا عندنا ان شاء الله، يدخلوا للقناه كما قلت لكم خليل ديكور ياك خليل الرامي ديكور باش يوصلوا علينا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باش يدعموك حتى انت الله يسر لك الامور. بالنسبه لليوتيوب باش نعرف توصلوا بعدا وقع 2000 ان شاء الله ان شاء الله كما هادو هذه ميساجها الاخوه الله يجازيكم بخير. هذه شي 120 تقريبا اللي خاصينو اللهم بارك كما سمعت الاخوان. المهم اللي شاف هذا الفيديو هذا يدخل لنا ذكرنا بالاسم ديال القناه ديالك ديكور خليل الرامي. ديكور خليل الرامي. المهم الاخوه على التيك توك وعلى اليوتيوب دعموا هذا السيد هذا الله يجازيكم بخير باش يوصل 1000 متابع وكما العاده باش ديما تشوفوا الجديد الله يستر. خلينا التليفون ديالك السي خليل 06 60 36 75 80 الله يستر لك الامور. تحياتي. خذي هرب صافي. ايوا الله يستر الامور. بالنسبه للاخوان هنا كما العاده كما سمعنا بالنسبه للكالوبسي تاع الشطائر الكالوبسي كما كتشوفوا هنا كيفاش. بالنسبه للالبينو شوفنا مصطفى البينو هذا الصبور هذا هذا شنيبير اللهم بارك. ها 150 درهم اللهم بارك. بالنسبه للوطينو 100 درهم. الحباشي 70 درهم. الحباشي 70 درهم. هانتوما اخوان كما سمعت لينا الله يلا في المتناول زعما اللي بغى يقضي غرض ديالو. بالنسبه لهاد الطاس هادو لي بورتور هادو كبار هادو الثمينه ديالهم 200 درهم كيسه بالنسبه للاخوان. وبالنسبه للوطينو حتى هو 150 درهم كما سمعتوا الاخوان الله يستر الامور. بالنسبه اللي خصو شي حاجه راه يتواصل معنا. التليفون اسمعي 076 12 09 68 الله يستر لك الامور. دازت معايا بالنسبه للساعه كما شفتوا الصوره اللهم بارك لي غرض مرحبا الله يحفظك السيد. بالنسبه للاخوان الله يكبر بك. بالنسبه للاخوان عشاق الافاره ديال الكناري كما كتشوفوا هنا اللهم بارك. بالنسبه لنا كما كتشوفوا الكوبله ديال البرونز اللهم بارك. الكوبله ديال المزايد والكوبله ديال الخصبي مع هذا السعر يقول السيد السعر اللهم بارك. بالنسبه للاثمنه سي الله كيقولوا هنا كيقولوا 400 درهم كيقولوا 400 درهم الكوب كما سمعتوا ها هي كما شفتوا قدامكم والثمن راه 400 درهم. كل خصو شي حاجه راه يتوصل السعر ديال الخاص. وبالنسبه ندوزو هنا ولاو نكملوا مع السيد الله الروح. بالنسبه لهاد السلعه هادي اللهم بارك. بالنسبه للناس كتسول باقي على لوبير الطيور ديال الغابه اللهم بارك. السيران كما كتشوفوا معنا الله يبارك. بالنسبه للاثمنه هنا شحال هاد الله 50 درهم كلشي بحال بحال كاين لوبي السيران. وبالنسبه لسميتو نيلو انتوا ديال الكنار جري هذه كيف 8 درهم اللهم بارك عليكم. بالنسبه للساكن ما سمعتوا هنا 50 درهم اي حاجه. وبالنسبه لهاد البيضين هادو 130 الكوريات هادو الكره الله يبارك على الاخوان. المهم اللي خصو شي حاجه راه يتواصل مع السيد الله. خلينا التليفون السيد الله 06 67 27 12 38 الله يسر لك الامور. انتم الاخوان بالنسبه لعشاق الحمام الحاجه اللهم بارك كما كتشوفوا بالنسبه لهاد السلعه هذه الاخوان اللهم بارك. بالنسبه لهاد الراس هادو اش هادو القطيطه اللهم بارك خير هذا خير خير اللهم بارك. شحال ولعان ياك شحال كتقول فيه الثمن شحال واصل هذا؟ هذا اخويا كنقول فيه 350 اللهم. بالنسبه لهذا اللي هنا هذا 250 الاخوان. هذا راه السلعه ديال واحد السيد اخر اللهم بارك. هذا بوحدو اللي عندك انت ياك. بالنسبه للتليفون ديالك اللي بغى قول لي 07 62 66 35 19 هذا هو مول السيد مول الذكير هذا الله يسر لك الامور. المهم راه جيتي بواحد اللقطه يا سلام تيت مع الذكير مع التصويره كاني جاي ان شاء الله عند هاد الاخرين. بالنسبه نكملوا مع هادو هنا الاخوان. بالنسبه لهاد السلعه هذا الذكير هذا حتى هو ياك انتوا هذه ديال هذا التكير ديالها ياك هاكا اللهم بارك كما شفت هذا كما قال الاخ دا ستوندار. بالنسبه هذه راه انتوا هنا. وبالنسبه للثمن ديالها حتى هي فين هو عيط عليه باش الناس يعرفوا اثمنه غادي انتوا. الثمن هي شحال 300 درهم يا اخوان. بالنسبه لهاد البياسه هذه اللي معاهم هذا كناريو هذا الكناريو الاخوان اللهم بارك تخير ياك انتوا هذه انتوا ديال الكناريو الاخوان. بالنسبه اللي بغا الثمن هي شحال 150 اللهم بارك. وندوزو لهاد السلعه اخرى هنا بالنسبه لهذه ديال هاد العشير هذا اللي هنا ديال ايوب اللهم بارك. بالنسبه المهم خلينا التليفون ديالك. بالنسبه لهادو هما الاولين 07 07 32 94 66 الله يسر لك الامور. باش شي حاجه مرحبا الله يسر الامور. وبالنسبه للسلعه ديال ايوب الله يحفظك. انا الاخوه كما شفتوا الناس اللي بغيت تولعوا هنا مع السلعه ديال خونا ايوب اللهم بارك كما شفتوا انا نكملوا مع الاخوان هنا بما ايوب سليم هذاك السيد ديال خدم مع شي كليان. اللهم بارك بالنسبه للاخوان العشاق ديالها الزينه هنا. اللهم بالنسبه لهذا اللي راس هذا اللي هنا ايه نفس المراه يعاودوا ثاني نمره ان شاء الله. بالنسبه لهذا الطوسي كاين شنبر ديال الطوس، شنبر ديال الطوس، كاين الشريره، الشريره هو هذا ياك هذا الكوب وهذا دون امريكان. الاخوان بالنسبه اللي باغي تسمع الاسماء اللي كاينه هنا السقول ولا اللهم بارك الله يسر المواليهم. اللي بغى شي حاجه راه يتواصل معاهم خلينا راه غادي يعاود لنا نفس النمره 07 62 66 35 19. الله يسر الامور بارك الله فيك. وبالنسبه كما شفت هنا الاخوان اللهم بارك بالنسبه للدجاج الزينه هنا كما كتشوفوا بالنسبه لنا الدجاجات ديالو الدجاجات هادو السيره معنا بالنسبه لنا. اللهم بارك لنا السير بريد حتى هو حاضر معنا هنا فريخات. الله يسلمو بالنسبه ديالها وليها في السوق. بالنسبه للاخوان اللي باغي يعرفوا شنو كاين في السوق الله يسر للجميع. احنا خونا رجعنا عند خونا ايوب هنا. اللهم بارك هذا ماشي ايوب الاول الاخر هذا كاين الاخر راه نكملوا مع هذا. بالنسبه للسلعه ديال الفواياجر اللهم بارك كما شفتوا. بالنسبه للسلعه اللي عندك هنا خويا ايوب، السلعه اللي عندك هنا عندي الفواياجر، كاين الفواياجر عندي واحد النتوه ديال العنبر، النتوه ديال العنبر اللهم بارك، واحد كريا سيدي يونس، كريا سيدي بالي لي راه اللهم هايج بالنسبه كما شفتوا هذه راه ولا هذه المقولين الحمام اللي كيسولوا عليها. والله يسر بالنسبه للاثمنه شحال عندك؟ 40 درهم، 40 درهم بالنسبه للفوا. والمتنتيوه 50 درهم، هذه 50 درهم بالنسبه للشنيبره. طوابيس هذيك طوابيس هذيك اللهم بارك. بالنسبه للدجاجات هذو شنو راس هذو؟ هذا الفيومي، هذا الفيومي راه يكون بالنسبه اللي كيمشاو. هذا تكير هذيك كوف التنتوه ديالو ياك؟ لا الدجاجات ثلاثه، ثلاثه التنتوات، ثلاثه اللهم بارك. بالنسبه هذه شنو راس؟ هذه البلديه، هذه البلديه، هذا الفيومي، هذا الفيومي الذهبي. الله يسر الله يسر. بالنسبه للثمن 120 درهم، وهذه 70 درهم بالنسبه للبلديه. اللهم بارك. ولا خصها شي حاجه راه يتواصل معنا. اشنو كاين هنا؟ هذا الشقلاب ياك؟ لا الطاكله، الطاكله هذيك الطاكله ديال الطاكله. اللهم بارك الاخوان كما سمعتوا لولا مع الشباب الله يبارك. وبالنسبه لهذو فواياجر بيض الله يسر الامور بالنسبه للاخوان 70 درهم، 70 درهم. وهذيك الطاكله 50 درهم. الله يسر لك الامور. بالنسبه للتليفون اللي بغيت تواصل معاك تواصل معاك، ها هو يتواصل معاك. عطيه التليفون ديالك الشباب. 23 98 86 84. الله يسر الامور وعيش عيش هدرويش. بالنسبه حنا رجعنا عند خونا ايوب بالنسبه للسلعه اللي قلت لكم ديك الساعه. بالنسبه لهذا التخير هذا خنيسي هذا ياك؟ كوبلان خنيسي، هذه كوبلان هي بالنسبه لنا. وهذا تخير هو هذا، هذا الذكر النتوه ديالو هي هذيك الحلا هذه. بالنسبه للثمن ديالهم شحال؟ 400 درهم، 400 درهم الاخوان كما سمعتوا. اللهم بارك. وبالنسبه لك السلعه الاخرى هذيك فواياجر بيضاء، هذيك فواياجر ديال الاندلسي، اندلسي هذا فواياجر بيض، هذاك الفواياجر بيض. بالنسبه كما سمعتوا الثمن شحال؟ الثمن 1000 ريال البياس، 1000 ريال البياس. اللهم بارك كما سمعتوا. الله يسر لهم. بالنسبه لك البياس الاخرى اللي بوحدها 50 درهم، خنيسيه، خنيسيه هذيك ياك؟ اللهم بارك. بالنسبه للتليفون ديالك ايوب 06 87 37 91 85. الله يسر لك الامور بالنسبه لكم كما شفتوا لها مع اصحاب الحمام. الله يسر الجميع. الاخوه اللهم بارك كما كتشوفوا الى هنا كنتهي الحلقه ديال اليوم ديالنا في السوق ديال مدينه اكادير. كما شفتوا السوق راه بدا كيخوى. والله يسهل على الجميع اللي تسقوا شي حاجه راه داها. وموعدنا الاحد المقبل ان شاء الله. وكما العاده اللي شاف الفيديو المهم ما ينساناش باللايك، تفرج في الفيديو ما تنساش لايك في الاخير. وتحيه لجميع متابعين القناه. السلام عليكم.